بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 49 من الكتاب 34 كتاب الإمارة، باب فضل الغزو في البحر، يعني الجهاد في سبيل الله في البحر له ثواب زائد عن الجهاد في سبيل الله في البر، لأن البحر أصلا مخوف بغير جهاد، فما بالك لو كان معه جهاد. يعني الحرب، البحر أصلا مخوف وموضع هلاك في سفر بغير حرب، فما بالك لو ركبته وأنت تحارب. فهو إيه؟ ولذلك القوات البحرية في الجيوش الإسلامية أكثر ثوابا من قوات المشاة والقوات البرية، ويقاس عليها أيضا في هذا الزمان القوات الجوية. يبقى القوات الجوية والقوات البحرية أكثر ثوابا من القوات التي تقاتل على البر. فهمت بقى إزاي؟ ليه؟ لأن الجو برضو موضع هلاك، واحد طاير كده موضع هلاك، إنما الأرض فيها نوع من الاستقرار، تقدر تهرب تعمل كده انما وانت في الجو صعب. فهمت؟ وكذلك في البحر موضع هلاك، وبالتالي كلما كانت المخاطر شديدة والمصائب شديدة اذا ارتبطت بالطاعة فتكون اجرها اعلى. واضح؟ وهي ايضا علامة من علامات نبوك نبيك صلى الله عليه وسلم. النبي لم يرى البحر اصلا، عاش ومات 63 عام لم يرى البحر بعينه صلى الله عليه وسلم. تصور دي بقى، لم يره بعينه. مر عليه في الإسراء والمعراج مرور كده عابر بالبراق، لكن لم يذهب إلى ساحل البحر أصلا صلى الله عليه وسلم، ونظر إليه كده لم يثبت عنه خالص. وبالرغم من ذلك يخبر أن أمته هتغزو في البحر، ويتم هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بسنوات طويلة. يخبر بالغيوب، والإخبار بالغيوب من علامات النبوة، لأن الذي يخبر بالغيب من ارتضى من رسول، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فارتضاه رسولا فأخبر بالغيب. والغيب قد يكون الماضي السحيق بدء الخلق وغيره والأمم السابقة، وقد يكون المستقبل البعيد، فأخبر بكل ذلك صلى الله عليه وسلم. أخبر ببدء السماوات والأرض وخلقها، وأخبر بسير الأنبياء السابقين وكانوا يتكلمون لغات غير لغته ويعيشون في بلاد غير بلاده، وأخبر بهم. ثم أخبر بما يقع بعيد عنه في حال حياته كموت النجاشي في الحبشة وهو في المدينة وغير ذلك كثير في كتب السنة. ثم أخبر بما يحدث بعد وفاته بعصر قريب، ثم أخبر بما يحدث بعد وفاته بسنوات طويلة إلى أن تقوم الساعة، إلى أن يحشر الأهل المحشر، وهي أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فأخبر بجميع الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة. هذه معجزات كبيرة ودليل على نبوة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. باب فضل الغزو في البحر بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 43 بعد 5000. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان، كان بيتها في طريقه إلى قباء، مسجد قباء. بيتها أم حرام كان في طريق، اللي هي أخت أم أنس بن مالك، أخت أم أنس بن مالك، كان بيتها في طريقه إلى قباء، وكان يحب أن يزور قباء كل يوم سبت صلى الله عليه وسلم.
فكان في مروره الى قباء او عودته من قباء يمر على بيته يستريح صلى الله عليه واله وسلم. كان يدخل على ام حرام بنت ملحان، وقالوا انه كانت بينه وبينها محرميه، حيث انها كانت خاله له من الرضاعه، يبقى كانت من محارمه، وقيل انها كانت خاله ابيه. كان يدخل على ام حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت ام حرام تحت عبادة بن الصامت. في الوقت ده ما كانتش تحت عبادة بن الصامت، يعني ده كأن ايه، ده تعريف كده من الرواة، يعني التي آلت وتزوجت عبادة بن الصامت بعد ذلك. وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته، ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا النبي ما يسير في طرقات المدينة، وطرقات المدينة فيها غبار وفيها بعض الأشجار وأوراق الأشجار تطير، فكانت تلتصق في شعره الشريف، وكان شعر النبي كبير. فإيه لما استراح عندها بدأت تفلي شعره، يعني هي تشيل بعلقة على رأسه الشريف من غبار الطريق وأثار بعض النباتات العالقة على شعره صلى الله عليه وسلم. ولا يتصور أن النبي كان فيه قمل، لأن النبي منزع عن كل مستقذر، والقمل مستقذر، وللأسف بعض المفسرين قالوا أنها تزيل القمل، وهذا خطأ من المفسرين، فلا تلتفت له، لأن القمل مستقذر والنبي منزع عن كل مستقذر. وبالتالي يبقى تفلي رأسه، يعني تنظف ما علق على رأسه من غبار الطريق وبعض النباتات العالقة على رأس على شعره الشريف أثناء سيره في طرقات المدينة. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، يعني بعد ما نام يبدو أنه هو لما استيقظ رأى رؤيا أفرحته، فاستيقظ وهو يضحك. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي، يعني عرضوا علي مناما، غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. وده برضو إيه من علامات نبوته، أن العرب وأمته يفتح عليها فتصير تعيش عيشة الملوك، وربنا يفتح عليهم الدنيا وزينة الدنيا. وكل ده حدث في العصر الأموي والعصر العباسي وإلى يومنا هذا، كثير من أمة النبي تعيش عيشة الملوك بالفعل، أو مثل الملوك على الأسرة. يشك أيهما قال. قالت: فقلت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها، في روايات أنت منهم، لا أنت منهم. العجيب أنها تمر السنوات، وفي عصر معاوية بن أبي سفيان عندما كان حاكما على الشام من قبل عثمان بن عفان، وقيل في خلافته على خلاف في التأريخ، أنهم أعدوا سفنا تغزو البحر، حيث أن كانت الرومان تهدد سواحل المسلمين من قبل الشام من جهة جزيرة قبرص، فأعدوا جيشا بحريا وخرجوا حتى يفتحوا قبرص ليجنبوا أن تكون قبرص قاعدة حربية للروم تهدد بها سواحل المسلمين. فخرجت أم حرام مع هذه الغزوة، وكانت ساعتها زوجة لعبادة بن الصامت. ولما وصلت قبرص وقعت من على دبتها فعقصت رأسها فماتت ودفنت بقبرص، وتحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من غزا البحر صلى الله عليه وسلم. كل دي مش علامات نبوة؟ ولا دي علامات ايه؟ فلما تيجي حد يسألك علامات نبوة نبيك تألف له كتاب، مش حاجة واحدة ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا عشرة ولا مية ولا الف. ده علامات نبوة نبيك اظهر العلامات، فهمت بقى ازاي؟ كتيرة، لكن فين اللي يقرأ وفين اللي يعلم ومين اللي يحفظ ومين اللي يعي؟ كثير من حفاظ القرآن لا يعون ما يحفظونه حتى، لدرجة ان بعضهم يكفر وهو حافظ القرآن، لانه حفظه دون ان يتدبره لا يجاوز تراقيهم. وإلى الآن قبرها يزار في قبرص،
امه حرام الى يومنا هذا. لما تروح جزيره قبرص تلاقي ليها قبر يزار وعاملين مسجد حواليه حتى تذكرك بايه؟ بنبوه نبيك الذي اخبرها وبشرها صلى الله عليه وسلم، وتحققت نبوته بعد ايه؟ الاربعين الهجريه، وقيل بعد الخمسين هجريه على خلاف في التحديد التاريخ. يعني بعد وفاة النبي بعشرات السنين تحدث هذه النبوة. فدعا لها ثم وضع رأسه، بعد ما حكى لها الرؤية دي نام تاني يكمل نومه صلى الله عليه وسلم. فنام ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله. دول قوات برية بقى، يبقى شاف القوات البحرية الأول، وبعدين شاف بعد في الرؤية الثانية القوات الجيوش التي تغزو في البر من أمته صلى الله عليه وسلم. عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت: فقلت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين بتوع البحر، أنت مش في البر، أنت بتوع البحر، أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية، فصرعت عن دابتها، يعني وقعت من على دابتها حين خرجت من البحر، فهلكت ودفنت في جزيرة قبرص. وعن أبي قال: حدثنا خلف بن هشام قال: حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن أم حرام. أم حرام تبقى خالته، خالة أنس بن مالك، أخت أمي، فهمت؟ يبقى بيروي عن خالته. عن أم حرام وهي خالة أنس رضي الله عنهما قالت: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا، قال يعني نام القيلولة، قال هنا يعني نام القيلولة، يعني نام وقت القيلولة اللي هو وقت الضحى يعني. فقال عندنا فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة، فقلت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: فإنك منهم. قالت: ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك، فسألته فقال مثل مقالته، فقلت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. قال: فتزوجها عبادة بن الصامت بعد، فغزا في البحر فحملها معه، فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها، يعني وقعت من على ظهرها، فاندقت عنقها فاستشهدت فماتت شهيدا. يبقى اللي يموت في سبيل الله واللي يقتل في سبيل الله الاثنين شهيد. ما يقتل في سبيل الله يعني بسبب الحرب، او يموت في سبيل الله اي موت، طالما خارج في سبيل الله اي موت تطرأ عليه هو في سبيل الله شهيد. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. وان المراه كالرجل في هذه الرتبه، أن المرأة إذا ماتت في سبيل الله أو قتلت في سبيل الله تأخذ بالمظهر في الشهادة، وأن الشهادة ليست مختصة بالرجال دون النساء. وعن أبي قال: وحدثناه محمد بن رمح بن المهاجر ويحيى بن يحيى قال: أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم. قالت: فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر. ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد، البحر الأخضر هو البحر الأبيض المتوسط اللي لونه أخضر كده، ولم يره صلى الله عليه وسلم. ها؟ علامات كل حديث النبي علامات نبوة، اللي يقرا اي حديث للنبي كانت مليان علامات نبوة. وعن ابي قال: وحدثني يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر
قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ملحان خالة أنس فوضع رأسه عندها وساق الحديث بمعنى حديث إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان. باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. والرباط هي الحراسة، حراسة المسلمين من غزو الأعداء، يعني تكون على الحدود في الغالب العام. وعن أبي قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن أيوب ابن موسى عن مكحول عن شرحبيل ابن الصمت عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. يعني ربنا يكتب له أعماله كأنه عايش يوم اليوم. شوف قد ايه ده المرابط. يدخل فيه كمان مين؟ كل جنود الحراسة في كل بلاد المسلمين. عارف انت العساكر الحراسة الليلية اللي يقعدوا طول الليل قاعدين يقول مين اللي هناك والكلام ده اللي احنا كنا نسمعه زمان، كل دول اللي هم الدرك، كل دول يدخلوا بمرابطين في سبيل الله عشان يؤمنوا الناس في بيوتهم، فسهرانين لتنام الناس. فربنا يكتب لهم في الليلة الواحدة صيام شهر كامل وقيام شهر كامل في الليلة الواحدة، ولو مات ربنا يجري عليه عمله ليوم القيامة كأنه لسه عايش. يؤذن الصلاة يتكتب انه صلى، يجي رمضان يتكتب انه صامه، يجي حج يتكتب انه حج الى يوم القيامة. شوف بقى ثواب هذا الثواب العظيم. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، أي يستمر ثواب عمله كأنه يعيش ويؤدي. وأجري عليه رزقه، كل دي ثواب برضه، يستمر إيه؟ ثواب عمله، يبقى يحسب عليه عمله ويثبت له ثوابه. وآمن الفتان، ويأمن كمان إيه؟ فتنة القبر اللي هي سؤال القبر، يعني ينجح في سؤال القبر. شفت بقى المرابط في سبيل الله له ثواب قد ايه؟ يبقى الليله الواحده بصيام شهر وقيامه، ولو مات يجرى عمله وياخذ اجره رزقه ويامن الفتان. كل دي ثواب المرابط في سبيل الله. ما هو داخل برضه داخل فيها. فالمرابط في طاعه الله، المواظب على طاعه الله باستمرار مرابط. كده برضو المواظب على طاعة الله، اللي بيطيع الله مواظبا عليا مستمرا عليا، غير اللي بيطيع ربنا متقطع أحيان وأحيان، ده مش مرابط. لكن المداوم على طاعة الله مرابط على طاعة الله، فياخد ثواب برضو المرابط لما يموت وهو مواظب على طاعة الله، ياخد ثواب الرباط. وعشان كده قال صلى الله عليه وسلم ايه؟ كثرة إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فالمواظب على هذه الأعمال وعلى طاعة الله مطلقا بحيث أنه لا يقطع عبادته ويستمر عليها مهما تغيرت أحواله من مرض وسفر وضعف وانشغال، إلا أن طاعته مستمرة، إذا مات يأخذ ثواب المرابط. فهم؟ لأنه هو مرابط على ثغر شهوته ومرابط على ثغر نفسه حتى لا يدخله الشيطان فيقطعه. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليث عن أيوب بن موسى. باب بيان الشهداء. الشهداء أنواع، ثلاث أنواع الشهيد في الإسلام: شهيد دنيا وأخرى، يعني له حكم الشهادة في الآخرة عند الله، وحكم الشهيد عند أهل الدنيا، وهو الذي مات في حرب مع الكفار مقبل غير مدبر لوجه الله، يبقى ده اسمه شهيد دنيا وأخرى.
يعني دنيا يعني حكمه عند اهل الدنيا شهيد، فلا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه على هيئته، ادي حكمه في الدنيا، وفي الاخره هو شهيد عند الله. وفي نوع ثاني من الشهيد، شهيد دنيا فقط وليس شهيد اخره، وهو الذي مثل الاول الا ان نيته لم تكن لله، مات في حرب مع الكفار مقبل غير مدبر، ولكن كانت نيته حميه، شجاعه، منصب، دنيا، مش لوجه الله. يبقى ساعتها هنعامله معامله الشهيد في الدنيا، يعني لا نكفنه، يعني نتركه في ثيابه، ولا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن على حاله، ويبقى هنقول عليه الشهيد. لكن هو عند الله ليس بشهيد، اول من تصعد بهم النار كما قرانا في الحديث السابق. واضح؟ يبقى ليس مو شهيد دنيا دون الاخره، هو الذي اختلت نيته. وفي بقى شهيد اخره دون الدنيا، يعني هو شهيد عند الله لكن عندنا مش شهيد، اللي هو انواع بقى اللي هيقولها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يموت بداء الطاعون، اللي يموت بداء البطن، اللي يموت في حرق، يعني حرق او غرق، او مات من فوق مكان متردي، او وقع عليه هدم، او المرأة التي تموت بجمع او جمع، يعني وهي حامل مجموع في بطنها ابنها، تموت اثناء الحمل او تموت اثناء الولادة او تموت اثناء النفاس، كل دي تاخد ثواب الشهيد، واخد بالك؟ وكذلك من مات دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فالشهداء أمة النبي كتير، فهمت بقى؟ يبقى الشهداء ثلاث أنواع، شهيد دنيا وأخرى، شهيد دنيا فقط، شهيد أخرى فقط. شهيد أخرى فقط اللي هو بيموت بالأمراض دي اللي احنا قلناها دي، ويبقى في الآخرة عند الله شهيد، لكن في الدنيا ناخده ونغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفن. ادي معنى في الدنيا ملوش حكم الشهيد. يعني معناه ايه؟ معناه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن. انما الشهيد الذي ليس الذي له حكم الشهيد في الدنيا هو الذي لا يغسل ولا يكفن ويدفن بغير صلاة عليه على هيئته التي مات عليه، اللي هم شهداء المعارك بقى. فاهم؟ وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له فغفر له. يبقى اماطه الاذى عن طريق المسلمين تستوجب ايه؟ الجنه، وتستوجب المغفره، إماطة الأذى عن طريق المسلمين. وإحنا الوقت في زماننا بيضعوا الأذى في طريق المسلمين، متفجرات، ويقطعوا طرق المسلمين، ويحولوا طرق المسلمين المعبدة إلى حجارة يضربون بها بعضهم البعض. شيء عجيب الشكل اللي إحنا في هذا الزمن. ويدعون أنهم يفهمون الدين، أي دين هذا الذي يفهمون؟ قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. وقال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون. المطعون اللي مات بداء الطاعون، وهو كل مرض وبائي معدي وبائي، يدخل فيه فيروس سي، يدخل فيه الإيدز، يدخل فيه الكوليرا، يدخل فيه الجدري، كل الأمراض الوبائية التي تصيب الناس بكثرة بسبب العدوى يسمى طاعون عند العرب. المطعون والمبطون الذي أصيب بداء في بطنه أو داء باطني، يعني في داخله غير ظاهر في الخارج. يبقى كل اللي بيموت بالسكتة القلبية، يموت بسرطان في المعدة، بسبب أمراض في الكبد، بسبب أمراض في الجهاز الهضمي، بسبب أي داء باطني فيه أو نزيف في المخ أو كل ده داء باطني، أو بسبب سرطان في الرئة، أو بسبب هبوط تنفسي، أو بسبب أي مرض باطني، سمى المبطون، ياخد أجر الشهيد طالما صبر على مرضه. يعني أنت في الآخر هتلاقي أمة النبي كلها شهداء. أنت في الآخر هتلاقي أمة النبي كلها شهداء، عشان كده لتكونوا شهداء على الناس. فأنتم شهداء في المرتبة وشهداء في الوظيفة. فهمت بقى إزاي؟
فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعشان كده سعادة المرء لا تتم إلا إذا مات على الإسلام. فربنا يحسن خاتمتنا. والمبطون والغارق اللي هو يموت بإيه؟ غريق يعني. وصاحب الهدم اللي يموت في إيه؟ في شيء اتهدم عليه. والشهيد في سبيل الله عز وجل اللي هو ميت في إيه؟ في حرب مع الكفار. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. مات زي إيه؟ زي أمه حرام كده، ماتت لوحدها، وقعت من على النقبة أو على الحمار مات، أو دي مات في، يبقى من قتل في سبيل الله شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال والغريق شهيد كمان، يعني بيفكروا. روايات بقى إيه والمرأة تموت بجمع، دي جت فيه في البخاري وجت في الترمذي وجت في أبي داود، فهمت إزاي؟ يبقى إيه؟ يبقى عدد الشهداء كثير. المرأة تموت بجمع زي ما قلت لك، يعني حال حملها او عند ولادتها او بعد او في اثناء نفاسها، كل دي ايه تاخد اجر الشهيد. وكذلك من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد. يعني امه النبي كلها شهداء وخلاص والحمد لله، نعمه كبيره، لان ما فيش واحد هيموت الا بسبب من هذه الاسباب، فاهم؟ يبقى هو شهيد ان شاء الله. وعشان كده كرامة المسلم لا تتم إلا عند وفاته على الإسلام، لا تتم كرامته، تتحقق كرامته صحيح. اللي مات ده هو ده اللي إيه؟ اللي ليه الكرامة. عشان كده النبي سمى لنا زيارة أموات المسلمين، لأن هم دول اللي تحققت لهم الكرامة وتحققت لهم الولاية حيث أنهم ماتوا على الإسلام، فهمت؟ عشان كده يسمى لك زيارة قبور المسلمين والدعاء عندها، لأنهم أهل الكرامة. أما الأحياء فلا يضمنون أن يموتوا على الإسلام، فالإنسان طول ما هو حي على خطر المشيئة، إنما الذي تحقق موته على الإسلام هو ده اللي ربنا أكرمه صحيح، هم دول أهل الكرامة صحيح. وعن أبي قال حدثني عبد الحميد ابن بيان الواسطي قال حدثنا خالد عن سهيل بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديثه قال سهيل قال عبيد الله ابن مقسم أشهد على أبيك أنه زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد، وفي حديثه قال أخبرني عبيد الله ابن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه والغرق شهيد. وعن أبي قال حدثنا حامل بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمرة؟ قالت قلت بالطاعون. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. وعن أبي قال وحدثناه الوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم في هذا الإسناد بمثله. باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. وعن أبي قال حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. وعن أبي قال وهو إيه؟ وهو القتل عن بعد، إنك تقاتل عدوك عن بعد، اسمه الرمي بغير اشتباك يعني.
تصيب عدوك عن بعد، تصيب عدوك عن بعد، يسمى رمي، رماه يعني أصابه عن بعد. وعن أبي قال وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. يعني حتى بعد الانتصار على الأعداء برضو تحاول تتدرب على الرمي، يبقى مستعد في كل وقت حتى لو انتهت الحروب. يبقى في يلهو بأسهمه يعني أن يعني يتدرب على الرمي في حال السلم. وعن أبي قال وحدثناه داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني قال سمعت عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن الحارث ابن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرابين وأنت كبير يشق عليك. عقبة بن عامر كان كبر في السن وقاعد برضه ايه يتمرن بالاسهم بتاعته ويلعب بالاسهم بتاعته، يقول له بتعمل كده وانت راجل كبير شيخ وانت فيك حيل تقاتل اصلا. قال عقبه لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اعانه. قال الحارث فقلت لابن شماسه وماذا؟ قال انه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا او قد عصى. باب قوله صلى الله باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. وده برضو علامة من علامات نبوة نبينا أن أمته تظل طائفة منها ظاهرة على الحق ليوم القيامة. حد النبي يقدر يقول كده إلا يكون يوحى إليه، ودليل على أن أمته تستمر وأن أمته بالرغم كيد الكائدين وعداء المعتدين وتفرقهم فيما بينهم وحتى ان بأسهم بينهم شديد هم نفسهم يقاتلون بعضهم الا انهم تتق. يعني كل اسباب فناء الامه موجود، الامه متفرقه، الامه تقاتل بعضها البعض، واعداء الاسلام يقاتلون الامه ويزيلون الفرقه. لو استمر هذا الامر 200 سنه تنتهي الامه، وبالرغم من ذلك الاف السنين والامه مستمره. اليس هذا معجزه من معجزات نبينا؟ كل اسباب فناء هذه الامه موجوده الا انه بالرغم من ذلك ان الامه تزداد كل مدى تزداد بالرغم ان اسباب فنائها موجود فيها. فهمت ازاي؟ بأسنا بيننا شديد، والنبي قال كده اللهم لا تجعل بأس امتي بينهم شديد قال ردت علي هذه الدعوه، يبقى بأسنا بيننا شديد. وديك انت شايف لا ينال عدو المسلمين من المسلمين الا عن طريق فرق المسلمين بايدي المسلمين بعضهم البعض. وده المشكله في العراق، عايزين يقوموا الشيعة على السنة والسنة على الشيعة والأكراد على العرب والعرب على الفرس والفرس على وهكذا، وكلهم مسلمين أمة واحدة، وده يضرب ده وده يضرب ده وده، والرغم من كده أمة تزداد تزداد عددا وتزداد قوة، والعلماء ما زالوا بكثرة، وأهل الحق ما زالوا بكثرة، والأولياء يملؤون الأرض، والمساجد ممتلئة، والصلوات مستمرة، ومواسم الحج والعمرة ما زالت في زيادة بالرغم إن كل ده أمة غريبة، ده أمة غريبة والله فعلا. واخد بالك؟ ما فيش أمة كده إلا ببركة نبيها بقى صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وليس في حديث قتيبة وهم كذلك. والطائفة دي اختلف العلماء فيها، الإمام أحمد بن حنبل يقول لو لم يكونوا أهل الحديث لا أعرف غيره، ويجوا الفقهاء يقول لك لو لم يكونوا الفقهاء لا نعرف غيره، وأهل القرآن يقول لك لو لم يكونوا القراء لا نعرف غيره، والعباد يقولوا لو لم يكونوا العباد لا نعرف غيره، ويبدو أنها طائفة متفرقة في كل طائفة من الأمة. فاعتقد بين القراء طائفة ظاهرة على الحق، بين الفقهاء طائفة ظاهرة على الحق، وبين العباد طائفة ظاهرة على الحق، وبين الأطباء طائفة ظاهرة على الحق، وبين المهندسين طائفة ظاهرة على الحق، وبين الزراع طائفة ظاهرة على الحق، وبين الجند طائفة ظاهرة على الحق، وبين أهل الثقافة طائفة ظاهرة على الحق،
وهكذا متفرقين في كل الأمة. والله تعالى أعلى وأعلم، حيث أن أمة النبي لا تخلو طائفة منهم من خير، ولا تخلو طائفة منها من قائم الله بحجة فيها. فكل طائفة تلاقيت فيها واحد، فهم؟ حتى التجار تلاقي فيه منهم الصادق الأمين، طائفة في وسط التجار كده، ورجال الأعمال تجد طائفة منهم كده، واخد بالك؟ وبعض الموظفين طائفة منهم كده صالحين لا يقبلون الرشوة ويؤدوا وظيفتهم على أكمل حال، وكذلك أهل المهن طائفة كده تتقن صنعتها لوجه الله وتأخذ أجر بغير مغالاة وترضى وتقنع راضية، وطائفة تانية تغش في صنعتها وتاخد أجر كبير وهكذا. فتلاقي في كل طائفة طائفة، في كل فرقة طائفة، وفي كل مجموعة طائفة ظاهرة على الحق. فهمت ازاي؟ لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة. يعني أمة النبي بيقول هتستمر أمة اليوم القيامة، بيتحدى أعداء الإسلام والمسلمين وإبليس والجند والمسيح الدجال، بيتحدى كل هؤلاء بإخبار الله له صلى الله عليه وسلم، حتى يأتي أمر الله. إيه هو أمر الله بقى؟ الريح الخفيفة التي تقبض روح كل مسلم في آخر الزمان، بحيث لا يبقى على الأرض إلا الكفار. هو ده أمر الله، حتى يأتي أمر الله، أي الريح الخفيفة التي تقبض روح كل مسلم فلا يبقى على الأرض مؤمن، ثم بعد ذلك لا يعيش على الأرض إلا الكفار يتهرجون فيها تهرج الحمر، وتقوم القيامة عليهم. لا تقوم القيامة على مسلم حتى لا يعاني شدائد إيه القيامة. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع وعبدة كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد حا قال وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن إسماعيل بن عن قيس عن المغيرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتي يوم. يبقى ظاهرين على الناس هنا ظهور حق، ظهور حجة وبرهان، أو ظهور حكم وسلطان. إن لم يكن حكم وسلطان فحجة وبرهان، عشان ما حدش يقول طب ما أمة النبي دلوقتي مهزومة ومخزولة ومتفرقة وليست قوية وأعداها متسلطين عليه، فين بقى ظاهرين؟ ظهور حجة وبرهان، الحق معانا. هم ولو كانوا ظاهرين سلطانا فنحن ظاهرين بسلطان الحجة وسلطان الحق. فهمت بقى؟ يبقى كلام النبي صحيح على كل وجه. يبقى ظاهرين إما بالإيه بالسلطان، أو ظاهرين إما بالحق والحجة والبرهان، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، يعني مستمرون على ما هم عليه من الحق والحجة والبرهان. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني إسماعيل عن قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث مروان سواء. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما، يعني لن يبرح هذا الدين قائما، يعني لا يزال هذا الدين قائما، يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. وعن أبي قال حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وعن أبي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن جابر أن عمير بن هانئ حدثه قال سمعت معاوية على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، كما قلت ظاهرون على الناس بالحجة والبرهان أو بالقوة والسلطان. وعن أبي قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر وهو ابن برقان قال حدثنا يزيد بن الأصم قال سمعت معاوية بن أبي سفيان
ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبري حديثا غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. ناوأهم يعني عداهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يفهمه الفهم الصحيح للدين، يفهمه الفهم الصحيح للدين، أي معنى يفقهه في الدين. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الفهم الصحيح. وعنه به قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن مخلد، عند مسلمة بن مخلد، وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت، يعني وأعلم بما سمعه. وده برضو من باب الأدب وعدم مخالفة العلماء لبعضهم البعض. وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، كما قلت لكم، قاهرين لعدوهم، إما قهر غلبة وسلطان أو قهر حجة وبرهان، حتى لا يقول إنسان الحديث أو ما احنا مهزومين، منين قاهرين؟ الحديث كاذب. لا، قد يكون القهر هنا قهر حجة وبرهان وليس غلبة وسلطان. قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. يعني يقول: أنا ما خلفتكش يا عقبة، أنا بقول تقوم الساعة على شرار الخلق، لكن انت بتقول حتى يأتي أمر الله، وأمر الله هي الريح الخفيفة التي تقبض ريح المؤمنين، فلا يبقى على الأرض إلا شرار الأرض، هم الذين تقوم عليهم الساعة. فلا تناقض بين خبري وخبرك. فهمت بقى ازاي؟ وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قيل أهل الغرب هنا يقصد بهم أهل العرب، يعني أهل العرب، والعرب هم الناطقين بالعربية وليس العرب هم الجنس، يعني أمة النبي، لأن أمة النبي أمة عربية ترتق بالعربية وتعبد بالعربية وتخطب بالعربية وتقرأ قرآنها بالعربي. ويبقى أهل الغرب هنا هم أهل العرب، اللي هو الغرب هو الدلو الكبير كان ينسب إلى العرب، حيث أنهم يعيشون في بلاد لا ماء فيها إلا في الدلاء، فالغرب هو الدلو الكبير فنسبوا إليه ويقصد بهم العرب. والنبي قال: العربية اللسان. وأمة النبي تتكلم باللسان العربي في عبادتها وفي خطبها وفي مؤلفاتها، ودل على أن أمة النبي تستمر إلى ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق. يعني لابد أنك أنت تراعي إيه الدابة اللي أنت راكبها، وتعمل لها الصيانة اللازمة إن كانت من الآلة وإن كانت من إيه من المخلوقات، تطعمها وتسقيها وترح. طب ولو كانت سيارة تعمل لها الصيانة بتاعتها، مش تسيبها تهملها وبعدين في الآخر تتعطل بيك في صحراء وتهلك نفسك. يبقى لابد أن الإنسان يقوم بهذا. فهمت إزاي؟ وأيضا التعريس في الطريق، يعني لا ينزل في الليل يستريح في طريق الناس. ليه؟ لأن طريق الناس في الليل يكون مهجور، فتسير الدواب والهوام طول الليل تلتقط ما سقط من الناس، فإذا نمت في هذا الطريق قد تأتي الأفاعي وتأتي الذئاب وتأتي الضواري فتضر من ينام في الطريق. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي إذا أراد أن يعرس يتجنب الطريق
وايه وينام، والتعريس هو النزول ليلا للاستراحه. وعن ابي قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافرتم في الخصب فاعطوا الابل حظها من الارض. يعني اما تمشوا في حته فيها نباتات وعشب ما تسرعوش علشان تدوا حظ الدواب بتاعتكم تاكل وهي ماشيه. فهمت ازاي؟ رحمه. فاعطوا الابل حظها من الارض، يعني لتاكل من ايه؟ من خصوبتها من زرعها. واذا سفرتم في السنه يعني في الحته الجنباء بقى فاسرعوا عليها السيرة. يبقى في حته جنباء نسرع عليها حتى لا ترهق الابل، ما تمشيهاش ببطء في مكان قاحل وتمشيها ببطء في مكان فيه خصوبه. وإذا عرستم بالليل يعني نزلتم للاستراحة ليلا فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة يعني في الجدب، السنة هنا بمعنى الجدب، فبادروا بها يعني اسرعوا بها، فابادروا بها نقايها يعني جيدها، فبادروا بها نقايها. النقي ده اللي هو الشحم اللي بتبقى في الدم، لان مخزون الطعام في الدم، فتسرع حتى لا ينتهي مخزون الشحم في الدواب، لان انت عارف الجمال بتبقى فيها السنم، السنم ده مخزون طعام فيها. فلما تبقى في حته جدباء اسرع حتى لا تستهلك شحمها. فهمت ازاي؟ قبل ان تصل الى الخصوبه فتهلك. فبادروا بها نقاياها يعني محتفظه بشحمها يعني. واذا عرستم فاجتنبوا الطريق فانها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. يعني لا تجعل سفرك لمجرد السفر، بل اجعل سفرك له هدف، فإذا قضيت هدفه تعود إلى مقرك مرة أخرى، لأن السفر قطعة من العذاب. لابد إذا سفرت تحدد لك هدف، فإذا حصلت هذا الهدف تعود إلى مكانك مرة أخرى. رحمة بك، توجيه نبوي شريف. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب واسماعيل بن ابي اويس وابو مصعب الزهري ومنصور بن ابي مزاحم وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا مالك حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي واللفظ له قال قلت لمالك حدثك سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه، يعني المعتاد، يعني يمنع نومه المعتاد وشرابه وطعامه المعتاد، وبالتالي يخرج عن عادته، والانسان ما يخرج عن عادته احيانا يمرض. فاذا قضى احدكم نهمته يعني حاجته وهدفه من السفر، نهمته يعني حاجته من السفر او هدفه منه، يبقى معنى كده ان ضمنا السفر بلا هدف منهي عنه. يبقى السفر بلا هدف منهي عنه. فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال نعم. يعني نعم سمعته من إيه؟ من أبي هريرة. باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من السفر. يكره ان الانسان يفاجئ اهله بعد سفر طويل يعني يدخل عليهم ليلا فجأة دون سابق علم لهم، ده يؤذي الاهل، لان الزوجة تحب ايه؟ ان زوجها لما يأتي تكون مستعدة لحضوره، تكون معدة له طعاما، تكون مرتبة له المنزل. يعني انما يأتيها فجأة كده قد تقابله في صورة هي تكره ان يراها فيها، وبالتالي النبي نهى. واحيانا كمان تكون فيها سوء نيه وكانه بيباغتها يظن انها تخونه، وسوء النيه غير مطلوب،
وان اكذب الظن اكذب الحديث، واخد بالك؟ كل ده نهى النبي عنه. انما في زماننا احنا دلوقتي ممكن انك تعلمها وتطلبها بالتليفون، تقول لها الطياره وصلت الساعه 12 بالليل وانا جاي في الطريق عادي، لان عرفت خلاص. لا، انما ايام زمان ما كانش فيه وسائل اتصال، فكان احيانا يدخل الـ يرجع من سفره فيفاجئ اهله، لان ما فيش وسيله اتصال يعلمهم. فالنبي قال من الادب ان الانسان اذا وصل ليلا انه يمكث خارج المدينه حتى يدخلها نهارا، يوم يشيع خبر وصول وفود للبيوت، فالنساء تستعد لاستقبال الازواج وترتب لهم المنزل وغير ذلك. باب كراعة الطرق والدخول ليلا لمن ورد من سفر. وعنه به قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق اهله ليلا، يعني لا ياتي اهله ليلا فجاه، يبقى يطرق يعني ياتي فجاه ليلا. وكان ياتيهم غدوه او عشيه. وعن ابي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير انه قال كان لا يدخل، يعني مكان كان لا يطرق كان لا يدخل. وعن ابي قال حدثني اسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال اخبرنا سيار حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تنتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني الغائب عنها زوجها، وتستحد يعني تزيل ما نبت من شعرها في الأماكن المكروهة كالإبط وغيره. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن سيار عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وعن أبي قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا، يعني ليلا فجأة فجأة، هذه معنى طروق. طبعا في زماننا ده خلاص النهي ده بقى راح ليه؟ لانه لا يتركها بل يخبرها عن طريق وسائل الاتصال المختلفه، فما بتبقاش فيها مفاجاه يعني. وعن ابي قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا شعبه بهذا الاسناد. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يترك الرجل اهله ليلا يتخونهم، لا يعني سوء ظن يعني، او يلتمس عثراتهم او يلتمس انه يراها في هيئة بذة فيعاتبها يعني. وعن ابي قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الاسناد قال عبد الرحمن قال سفيان لا ادري هذا في الحديث ام لا يعني اي ان يتخونهم او يلتمس عثراتهم. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال جميعا حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بكراهة الطروق ولم يذكر يتخونهم او يلتمس عثراتهم. وانتهينا من كتاب الإمارة والحمد لله، ونقف على كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامتداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا.